تتربع حرفه الصيد على عرش جميع الحرف القديمه والتقليديه وتستخدم فيها ادوات ومعدات بدائيه خلونا نسير نتعرف على ادوات الصيد في الماضي مرحبا بكم مشاهدينا ومرحبا بالوالد ابو خالد والوالد ابو سعيد مساكم الله بالخير الله بالخير والنور يا هلا فيكم حياكم الله بيتكلم اليوم معاكم بنسولف عن ادوات الصيد اللي كنتوا تستخدمونها بالماضي نعم. يعني مثل ما نحن نعرف ان حرفه مهنة الصيد كانت من الحرف اللي انتم معتمدين عليها واللي نعم. كنتوا تترزقون من وراها نعم. ففي البدايه الوالد بسعيد سعيد نبغي نعرف شو هي الادوات البدائيه والبسيطه اللي كنتوا تستخدمونها قبل في الصيد اللي هي كنا نستخدمها اول أنا ما ذكرت ليش انا من من بي وغزل. هي. من بي وغزل. بي وغزل. وغزل نحيس ونكسر يعني عو حوالي على شهر وشيء وشهرين نضل عليه يعني لين نخلص الليخ يعني للبحر يعني. هي. وبعد ما شو اسمه نخلصوا نصبناه الى القباب واللي هو يعني مثلا صيد اللي هو الخيط نعمل الراس هذا ونطلع فيه البحر على حسب ما يعني شو اسمه ولكن ذيك اليوم الصيد قليل ما مثل الحين الحين في ايام يكتر يعني. ذيك اليوم الناس قليله وما تصير ما تصير بحر وايد. اوكي. انها لعبت بجرب اليدين وشراع معتمدين على الشراع واليد يعني. هي. المحمل فيه اذا كثر ست انفار او اربعه. هي. يعني على هذا الموال يعني يصير. نعم. ولا السيم السيم يجي لنا نفتله ونحيس نعم. ونكسر الى ان نعد عباره القرقور يمكن ناخذ عليه 20 يوم الى إن نخلصه يعني. لا سوينا القرقور زين نحن قبل أن ننتقل للقرقور الوالد ابو سعيد نبغي نعرف شو اول اداه استخدمتوها اداه اللي استخدمناها هي هذه الأول اول بار استخدمناها الليخ البي والغزل هي هاي و الاول اثنين استخدمتوها أول, اول كان قرقور العسق قرقور كنتوا من شو تصنعون هالاداتين؟ نعم هالاداتين كنتوا تستخدمونهم قبل واول اول شيء استخدمتوه من نعم. شو كنتوا تصنعونهم؟ هذا يجينا بي من الهند أيكم جاهز يجينا يعني بي عباره بنادل بنادل اللي يعني مو بذهب بس بعدين هذا الذهب يا قام يجينا والاول يجي يعني بنادل ونحن اللي نتعبت فيه ونحن اللي نحيس ونحن اللي نكسر ونغزل الحرمه تتعب والريال يتعب لين يخلص اللي نخلص الليخ هذا يعني ناخذ على شهرين وثلاثه فيه اول غزال وبعد انكسر وبعد انصلب وبعد يعني اشياء وايد ياخذ منكم وقت طويل يا وايد 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 الحين لا الحين تجيب الغزل من السوق على طول بركبت شو شهر زمان ما خلصت الليخ يعني هي. لكن اول وايد نشتقي من وراء يعني جميل ونمارسه يعني ما نخلي يعني الليخ هذا خلص قلنا خلاص لا هذا خلص احنا البحر بدينا بواحد غيره يعني هي هذه الحياه تسوون اكثر من واحد لان هي هاي آه هي, شغلتكم هي الحياة. أنها هذه الحياه لا هذا او هذا نجيب الثاني موجود يعني لكن كانوا يتساعدوا يعني نساعد يعني الزوجة تساعد زوجها والزوجة الجيران ل... مع بعضهم بعض يعني مب... كنتم متعاونين, متعاونين يعني, يعني, يعني أيام زمان يعني على, على التعاون و... يعني. ما شاء الله كان... لأنه كان محا عندنا من البرع كلنا من أنا جاري وأنا ربيعي وأنا رفيقي وزوجة رفيقي ما كانوا يستصعبون يقول... هاي الشغلات لا 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 الحريم عادي آه يشتغلون فيها أول حريم في البيت مشتقين مع الريال بالغزل مشتقين الحرمه اذا كان يعني صلت الفير شلت زور ثلاثه او اربع وشلت حبالها هي ويارتها ويارتها, ويارتها وصاروا الحطب. صاروا الحطب. الوقر مال الحطب اللي بتجيبه الرجال إلى لاقاه بنص الطريق انه يوصل بيته ركبته كذا قايله يعني. حريمه اول يعني. لكن حبات ريح يعني يتحملون الشده يعني 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 يتحملون الاشياء اسمه الحطب تشتغل. يشتغلون في البيت ويشتغلون برا البيت. يعني. وبالغداء يعني هذا البي وهذا هي المساعده الريال يعني ما شاء الله ولا كان في حاجه يعني مثلا اعطينا بعد عباره بالش بالمنفوع بعد غزلوا لنا البي هذا على اساس نخلص بسرعه يعني ابو خالد في شيء كنتوا تستخدمونه ايام زمان اسمه المهكه يمكن نعم هذه المهكه كان يحفره هي. يحطوا فيها حفره ويحطوا فيها مثل النوره هذه الصبغه يصبغوا فيها الليخ عشان انه السمك يجذبها اللون ايوه يغير اللون الـ الـ الخيط مال ليش؟ كيف كانوا يصبغونه؟ شو الخطوات اللي كانت تمر فيها هاي القطعه عشان تنصبغ وتاخذ اللون؟ يحطوها داخل هذا وهي مره ويشلوها على هذا تحطوها داخل حفره ويشلوها وتمر هكذا أذن. ذكرنا الوالد بسعيد بعض الادوات اللي كانوا يستخدمونها قبل للصيد وكانت ادوات بسيطه ادوات بدائيه لو في ادوات ثانيه كانوا يستخدمونها نبغي نبغي نعرفها منك ابو خالد كانوا يستعملوا القرقور والخيط الخيط كان وقت اللفاح اذا خلنا اول شيء بالقرقور نعم. قول لنا كيف كنتوا تصنعون القرقور كيف كنتوا تجهزونه وهل هو في احجام ولا حجم واحد يعني أعطنا معلومات عن هذا القرقور لا في احجام يعني احجام احجام اولا كان عندهم السيم بسيط يهم يعني من الهند يجيبوه كان هم الذي يشدوه وكان هم الذي يعتبروا فيه ما, ما يهم جاهز حتى انه السيم ما ما, ما يكفيهم يحطوا القاع عليه من زور ولا من عسق مال النخل والبوابه نفس الشيء عشان انه السيم ما يكثر السين بس عليهم. يكون هالشيء الشيء المرتفع ايوه هذا بس انه القرقور <applause> هذا نعم جميل وذكرت انه بعد شيء ثاني هو الخيط الخيط هذا خيط اللفاح الخيط التشخيط <applause> خيط الشلاب يشلبوا فيه بالارض يعني بهذا راس في الراس هذا كان عندهم راس يصبوه من عندهم من عندهم قلم او عندهم حتى رصاص روحه من الرصاص روحه يصبوا هذا واحيانا يخلوا الراس ينسلوه يعني عشان يغير اللون الذي فيه يا من سمكه تبى اخضر يا من سمكه تبى احمر يغير اللون بداله قدام على مثل الريش يعني هذا وهذا جميل نعم. ابو سعيد ابو خالد ما قصر قالنا نعم. عن القرقور وقالنا عن انواع الخيوط اللي كنتوا تستخدمونها قبل نعم. في الصيد لو نحن شوي نتعرف اكثر عن القرقور هو طرأ انه في احجام في الكبير نعم. وفي الصغير فقول لنا الصغير حق شو تستخدمونه والكبير حق شو تستخدمونه والله القرقير الصغار نستخدمها هذا المكان قريبه مكان قريبه حتى نقدر نصير على طريقه الشاشه يعني ها. قص باع و باع ونص نص باع هذه نجيبها وين؟ قريب ليسور هنا قريب بالبر، هذه الاشان الصافيه وشحبينية سمك الصغار هاي، ولكن قصة باعين ونص وتلاتة هذه نخليها الاماكن البعيده شوي بعيده يعني. لهذا يعني لما وحنا سرنا هناك سرنا غير هذا الصغار لو لو بشاشه لو ما بتحصل يعني نسلها يعني عباره انها قريبه يعني وعانيناها ولا فيها شيء ما فيها شيء ردينا مكانها. انزين شنو الطعم اللي تستخدمونه في الصيد؟ نعم نوع الطعم اللي كنتوا تستخدمونه في الصيد نوع قبل نوع الطعم للصيد هذا القراقير الصغار نعمل لها خلع خلع كان اول بار ما شيء الحين مثل الحين الحين نسوي له خبز ونسوي له شو اسمه اليوم يصير المويه شويه لوت خلعه خضراء هذه نحطها وين يا مار للقراقير هذه الدورها الصافيه تحبها الصافيه وايد تدخل عليها يوم يصير القراقير نشوفها متروسه من الصافي مسوين لها يا مار خلع الحمد لله يعني على هذا الوشو الحين طلع البياحه لها خبز والما ادري وش لها خبز الحين لكل نوع طعم خاص فيه آه ايوه كل نوع ولكن القراقير الباقيه هاي الله اول كان النغر ما حسال عنه القرقور بيطلع عليه بخمس ست نغرات عباره بدل نحط الخبزه براس القرقور وش اسمه نحط النغره النغر كامل هي. كامل بالقرقور لشان يدخل عليه السمك الحين لا اذا من غرة ب 50 ريال مشان نحطها بالقرقول لا ما نسويها. الحين شنو الطعم اللي الحين يستخدموا ولا بريه ولا عومه هذا الصغار. حد بعض منهم يسووا له اكياس سيم ويحطوه باكياس ويربطوه بقاله القرقور يعني م. على اساس السمك يدخل عليه. ابو سعيد هاي هي يعني بعض الاشياء الخاصه بالقرقور في مسميات اخرى غير القرقور في اسماء ثانيه تسمون فيها شيء اول اول نحن نسميه دوبايه دبي 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 يقول كم كم دبي عنده قال عنده خمس ست دوابي يعني الحين تطور الوقت هذا قمنا نسمي القرقور يعني والأول كلها دبي يعني دبيتين ثلاث اربع خمس يوم قال والله جاتنا غربي معانين خمس دوابي وبقى عندنا اثنتين او ثلاثة جاتنا سايبه الغربي ودرناها يعني لها الحد الكلام ابو احنا تعرفنا لين الحين على بعض الادوات اللي كنتوا تستخدمونها قبل في الصيد وبعد في ادوات ثانيه ومعدات ثانيه ايضا كنتوا تحتاجونها في هذه الحرفه ومنها الميدار لو تعرفنا اكثر عن هذه الاداه الميدار عمرش هذا حداقه نحدق في الشعري نحدق في الكوفر نحدق في السنكسر ابو ذريس هذا طول عمرش ميدار او اثنين يحطوا حد منهم يحط اثنين وكانت الاداء الثقل الحين اللي يسموه ثقل بلد يحصلوا من القفل يدوروا قفل وين قفل يدوروا يدوروا دواره او حصى مخروقه بالعنا يروحوا يدوروا حصى مخروقه اما الحين عندهم الرصاص متوفر وعندنا طول عمرك بعد الخيط هذا اللفاح زين اللفاح وعندنا التشخيط هو هذا اربعه أربع خيوط يربط بالطراد ويمشي في بالشاحوف ويمشي فيه وهو يمشي و اثنين يرو واثنين يرو يسحبوا السمك وهذا جميل نعم. ابو خالد يقول لنا عن انواع القوارب اللي كنتوا انتم تستخدمونها بالماضي لحرفه الصيد كان في البر يستعملوا الشاشه هذه الشاشه الى المكان القريب بس <applause> وعندنا كان يسموه الشاحوف وسموه الجالبوت <applause> وكان يسموه بعد يوم <applause> للسفر لس كان يسموه البغلة <applause> يسافروا فيها من مكان لمكان وبعدين ياتي اللنشات جميل نعم. أبو سعيد كنتم بنفسكم تصنعون هالقوارب تصنعون الشاحوف تصنعون الشاشة لا والله الشاشه ممكن ها. الشاشه ممكن نصنعها كيف تصنعونها؟ نصنعها من يريد في حد اذا يبغاها يعني تطول شويه خللنا الزور وسويناها شك عباره في مسله من حديد نشكها شك يعني بال اسمه وفي حد يعملها بزفانه مثل هذه احنا هذه مزفونه ولكن في شيء شك عباره زوره مخروقه من شو وطلع الأحسن؟ الشك ولا شيء ثاني؟ الشك اذا كان عند توقيف شويه اذا كان الحبل ضعيف ممكن ينقص ولكن هذا بتكون اسهل شويه. هذا ان مزفونه بس عاد الحبل ماله ما يطول من ضرب الشمس خلاص يختلف يعني انتم هالنوع تستخدمونه حق الصيد القريب يكون الصيد يعني القريب. الصيد الرحلات ولكن السفن اللي مثل هذه كان خدموه في ناس اساتذه لها راس الخيمه عيمان ام الشارجه دبي ابو هذه كلها اصحاب سفن يعني <applause> بالعادة يعني إذا مثل هاي السفينة كم بتأخذ من الوقت؟ والله سفرها مع الأستاذ يمكن تأخذ عليه لها شهر يعني على حسب يعني إيش اسمه الأساتيد تأخذ لها شهر هي. لأنه كبيرة شوية وفي شوعي هذا الحين اسمه قالبوت وفي شوعي صدره يعني إيش اسمه بس هالنوع الوالد بو سعيد يمكن من الانواع الحديثه اللي ما كانت موجوده عندكم ايام قبل ما كانت قبل. اول ما كان شيء معنا اول هيه. ما كانت هذه كلها حديثه يعني عباره بطلعنا نحن بديت هذا الشيء يعني ولا اول كان طلع شو اسمه ما شيء غير هو الشاحوف والشاشه هذا يعني على ما ذكرنا يعني طب. جميل انزين الوالد ابو سعيد والوالد بخالد خالد كيف تعلمتوا انتم هاي الحرفه وهاي الشغله من الاجداد ومن الاباء كيف انتقلت ما بينكم؟ تفضل ابو خالد أنا والله طول عمرك انتقلت كنت والدي ما كان يروح البحر لكن أنا كنت أروح مع جماعة يعني وأنا في صن يمكن تسع سنوات ها. درت أروح مع أولادهم يروحوا وأنا أروح وراهم ترابعهم أرابعهم فتعلمت منهم يعني كذا زين بالعاده يعني أبو سعيد الولد من يوصل لأي عمر وأنتم تدخلونه معاكم البحر والله أنا ما ذكرنا أول بار من ثمان سنوات من ثمان سنوات الولد ياخذوه ياخذوه البحر انا دششني ابوي المدرسه اطلع من المدرسه ودي المدرسة ارسل ورا اصحاب البحر الحين هو يحسبوني بالمدرسه يشوفوني ما البحر من البحر يعني أشد من المدرسة أسرواها البحر. البحرين. من كثر ما كنت تحب البحر وتحب هاي هذه يعني. المهنة. بخالد أنت بديت تتعلم حرفه الصيد والأشياء الخاصة في هذه الحرفه من أدوات ومن أمور ثانية من عمر تسع سنين. نحن بنرجع لطفولتك بنتعرف كيف كانت بدايتك في هذه الحرفه لكن بنظهر لفاصل قصير مع مشاهدين ونرجع بعدين نستكمل سوالفنا خلكم معنا